خوتنا المغاربة، السلام عليكم. كي كتشوفوا يعني في التقرير الاخر ديال فوربس اللي خرج، يعني مرة اخرى الملك يعني كيبين بأن الثروة ديال الملك ضعفات تقريبا 11 مرة حتى 12 مرة منذ يعني ان تولى الحكم في المغرب. وهنا يعني كتبين لك بأن راه الثروات تنهب، هو ينهب في الثروات ديال الشعب المغربي، وهنا كتحملوا حنا كنا كنتحملوا المسؤوليه، لان كل نهار كتخليوه مازال في السلطه الا وراه كيزيد يسرق فلوس الشعب، وهذا الشيء راه كنتحملوا فيه مسؤوليه حنا كاملين، لان هانتوما كتشوفوا الفوسفات هو الاخر يعني كاع ممتلكات الدوله راه جالس كيبيع فيها، لانه كيتفك باغي يزيد في حاله، وغادي يخلي المغرب يعني غارق في الكريديات، يعني حتى الرقم الحقيقي ديال الكريدي ديال المغرب راه ما معروف شي، كل مره كيخرج رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا، هو عارف راسو غادي يزيد، ومع ذلك يعني مازال ينهب في ثروات الشعب المغربي، ونهار اللي غادي يمشي هذا النظام عرفوا ريوسكم راه غادي تبقاو ما يزيد على واحد 50 سنه ولا 60 سنه، يلاه شوف الى قعد فيها المغرب الراس ديالو، لان غادي يخليكم غارقين في الكريديات، كتصادعوا مع الشركات الاجنبيه اللي غادي تجي تشري الممتلكات وكتشري في الممتلكات ديال الدوله، هو غيدي الفلوس طبعا، وانتم راه ما غادي تديو حتى شي حاجه، وغادي تورثوا الاولاد ديالكم واحد يعني واحد الحاله يعني ما يقدرش الانسان يتصورها في مخه، وهذا نتيجة يعني نتحمل فيها المسؤولية نحن كنا المغاربة. وكثيرا ما هذوك الناس اللي كيقول لك لا ماشي شغلي انا تفوتني وتقني، وديك المصطلحات اللي علموهم انهم يتحملون المسؤولية. وعلى ذكر يعني حتى هذا الموضوع هذا راه كنشكر الاخ سعيد الفطواكي اللي تكلم على هذا الموضوع، انا غادي نخلي لكم لو ليان تحت باش تقراهم الى بغيتو، لان الاخ سعيد يعني محرر ويكتب مقالات جميله جمهوريه كتجسد الحاله اللي كيعيشوها المغاربه، وتحياتي للجميع وشكرا.